تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المستهل بملف التعاون ففي إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى جمهورية مالي، استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة من طرف رئيس دولة مالي خلال الفترة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا. وبالمناسبة نقل العمامرة لرئيس دولة مالي رسالة أخوة من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات التاريخية وحسن الجوار. وكان العمامرة قد ترأس أول أمس رفقة نظيره المالي عبد الله ديوب أشغال الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. عملنا في جو من التضامن والتكامل. رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ورئيس دولة مالي أسيمي غويتا متمسكان بالأمن والاستقرار والعمل المشترك. وهنا أحيي التزام الجزائر الوقوف إلى جانبنا لإحلال الأمن، وأيضا الطريقة التي تتبناها الجزائر بناء ومتعاونة مع مساعي الانتقال السلمي في مالي. ليس من مركز إعطاء دروس، وإنما حرص جار على أمن وسلامة جاره مالي. الدورة المنعقدة اليوم أثمرت على نتائج إيجابية تعكس الإرادة القوية لبحث كل مساعي الشراكة والتعاون بين بلدينا عن طريق ديناميكية قوية والتزام مدعم، وأيضا التماس كل الميكانيزمات والبنى الموظفة بين البلدين نحو آفاق شراكة واعدة بين الجزائر ومالي. هذا وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة قد اجتمع تشاوريا أول أمس أيضا مع ممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. الاجتماع سمح بالاطلاع على وجهات نظر الحركات، مما يمكن من استكمال التقييم العام لمدى تنفيذ الاتفاق وآفاق تسريعه على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات. بالمناسبة جدد ممثلو الحركات تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتعزيز عوامل المصالحة والسلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام، وتجديد ثقتهم في دور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي. من جهته أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق حفاظا على المصالح العليا لمالي، لا سيما وأن البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي. هذا وترأس أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته رئيسا للوساطة الدولية. وشارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق وممثلون من جانب الوساطة الدولية المعنية بملف مالي. وفي كلمته الافتتاحية دعا رمطان العمامرة الأطراف المالية إلى الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان، حيث شكل فرصة لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي من أجل تقييم مدى تنفيذ الاتفاق.
وأجمع المشاركون على ضرورة الحفاظ على النهج التوافقي والديناميكية الإيجابية التي سار بها الاجتماع من ناحية القرارات، كما أكدوا على ضرورة الاستجابة لمقتضيات الاتفاق في إطار التحضير لدستور جديد. هذا وأشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الجزائر التي تقود لجنة الوساطة الدولية وبصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة من أجل توفير الظروف اللازمة لإعطاء ديناميكية جديدة لمسار تنفيذ الاتفاق، وتوجت أشغال الاجتماع بالمصادقة على البيان الختامي. في ملف الصحراء الغربية، يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية ستيفان دي ميسورا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، يلتقي خلالها بالمسؤولين الصحراويين. جدد تجمع مغربيات ضد الاعتقال السياسي مطالبته بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي وإسقاط المتابعة ضدها، معربا عن انشغاله العميق إزاء وضعيتها الصحية الحرجة التي ترتبت عن إضرابها عن الطعام مؤخرا. وتقبع الناشطة الحقوقية في سجون المخزن منذ 6 أشهر لا لشيء إلا لأنها أطلقت تدوينات لم تتماشى وأهواء نظام المخزن الذي يتفانى في سياسة الترهيب وتكميم الأفواه وخنق الحريات التي تعرف تراجعا يوما بعد آخر. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا بعد أشهر من شغور هذا المنصب. وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي. في أوكرانيا، وصفت موسكو زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية بالخطوة الإيجابية. من جهة أخرى، قرر عملاق الغاز الروسي غاز بروم قرر تمديد غلق أنبوب نورد ستريم الذي كان من المقرر استئناف تشغيله اليوم، وذلك بسبب عطب أصابه، الأمر الذي فاقم قلق الأوروبيين من الأزمة الطاقوية التي ما فتئت تشتد مع اقتراب فصل الشتاء. في الرياضة، تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 4 لقاءات تجمع هلال شلغوم العيد بجمعية الشرف، مولودية الجزائر اتحاد بسكرة، مولودية البيض شبيبة الثورة، ووفاق صيف أمل الأربعاء. هذا وانتهت لقاءات أمس بالنتائج التالية: اتحاد خنشلة 0، اتحاد الجزائر هدف، نادي بارادو 0، شباب لوزاد هدف، مولودية وهران 0، ونجم مقرى 0. بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم إلى ختام موعدنا الإخباري، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.